ولكن دعني أبدأ من عندك أستاذ خالد. أنت كنت من المتزعمين لرفض بيان الحكومة أو برنامج الحكومة، وعندما سئلت قلت إن عندنا تصور آخر قدمناه. هل يمكن أن نفهم مع التصويت لماذا كنت تصر على رفض برنامج الحكومة؟ لأسباب عديدة لو قعدت أتكلم عليها المفروض أخد نص ساعة، بس أحاول ألخصها كما عودنا الدكتور علي عبد العال في ثلاث دقائق أو خمس دقائق. البرنامج ليس فيه قوام برنامج بالمعنى العلمي، إن البرنامج لابد إن هو يكون عنده عنوان كده، فكرة ثم رؤية حاكمة ثم آليات محددة ثم جداول زمنية ثم مصادر تمويل، يعني الحاجات دي كلها مش موجودة. ثم في كل لما البرنامج كله يبقى 200 صفحة أبص ألاقي فيه 150 صفحة بيتكلموا على المشروعات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى دون أن أفهم من ال 150 صفحة طريقة إدارة هذه المشروعات، يعني ما يسمى بالحوكمة، أو هل هي داخل فيها مستثمرين ولا الحكومة هي اللي هتضخ فيها مبالغ. الأسئلة كلها مفيش إجابات عليها. ثم ايه أولوية هذه المشروعات بجانب الخطة العامة للدولة؟ انت لازم تحكمك زي ما قلت لحضرتك رؤية، وانت بتعمل مشروعات صحيح مستقبلية ممكن تفيد الأجيال الجاية وكل حاجة، بس انا عندي ناس بتموت من الجوع. انت ناس رايح توصل لي مرافق للعاصمة الجديدة، كهرباء ومية وصرف صحي وغاز وكل الحاجات دي، في ظل عندك 80% من قرى مصر ما فيهاش صرف صحي وكل يوم بيصابوا بالأوبئة. لو جيت على ملف العدالة الاجتماعية استبدلوا العدالة الاجتماعية بالحماية الاجتماعية، يعني بيتصدقوا على الفقراء انه هيدوا الناس العجزة والمسنين معاشات، لكن ما قالوش يعني او مش فاهمين يعني ايه عدالة اجتماعية بالمعنى الدقيق. العدالة الاجتماعية هي ايه؟ ان انت اولاد الفقراء دول توفر لهم فرصة جادة في تعليم حقيقي مجاني، اولاد الفقراء دول تعمل خطة تنمية مستدامة يستطيعوا منها ان هم يحصلوا على فرصة عمل يحققوا بها حياة كريمة، علاج فرص علاج مش علاج بقى كمان، لا ده انت تخلق لهم الاجواء البيئيه اللي ما يعوش في المرض اصلا. نعم، واذا مرضوا يضمنوا العلاج. تمام، ده العداله الاجتماعيه. لكن ان انت تعامل المواطنين كالفقراء كمساكين بتتصدق عليهم مش مواطنين لهم حق ونصيب عادل من ثروه بلادهم، ده لا يمكن اوافق على برنامج. طب انت ثم يعني هديك بقى يعني انا في كل المحاور هقدر اقول لك عليها فيها ايه، لكن انا بقول لك بشكل الخطوط سريع العامه. نعم، الخطوط العامه الاقصى من كده الجمله اللي قالها رئيس الوزراء في البرنامج بتاعه لما قال لك ان هناك قرارات مؤلمه سنتخذها. انا بجد كلمه مرعبه بالنسبه لي. رعبها من ايه؟ ان هو لم يذكر هذه القرارات المؤلمه ومطلوب مني ان انا اقول له اوكي. يعني انا دلوقتي اروح للناخبين بتوعي اقول في قرارات مؤلمه انا مضيت على وموافق عليها ايا كانت هذه القرارات ثقه مني في ان قلب الحكومه رحيم. ناهيك بقى على كل المحاور اللي ممكن تيجي في حوارنا، التعليم والصحه وكل الحاجات ديت عندي كلام فيها بس مش عايز طيب اخد كل الوقت. انت التقيت بالسيد رئيس الوزراء من ضمن النواب الذين التقاهم قبل ما يجي المجلس وفي محاولته لاقناعكم بالبرنامج، هل طرحت عليه هذه الاشياء؟ هل وجدت اجابات؟ انا لما قابلنا رئيس الوزراء ما كانش لسه ادانا البرنامج. نعم. فقلت له البرنامج اللي هيقدم يا سياده الرئيس لابد ان يتضمن رؤيه حاكمه للمرحله باليات قلت له كل الكلام اللي انا قلته ده. خد بال حضرتك يعني كل النواب كان رده على حضرتك ايه؟ موجود. هذا كله موجود. كله موجود. فلما جه لقيته مش موجود. لقيته مش موجود. طيب. واللي يقول لي موجود يقول لي موجود فين؟ يمكن انا ممكن اتعلم القرايه تاني.